عندنا احنا تفرقه وعنصريه روان بكل صراحه بالكويت؟ لا كلش ما عانيت شيء. بالعكس اقول لك شيء عانيت من هالشيء يمكن لما رحت امريكا. امريكا عندهم فكره مثلا البشره الغامجه والبشره الفاتحه. امريكا على كثر ما يقولون ان هي بلد الحريه وارض الحريه، اكثر عنصريه واجهتها وتفرقه هي يعني بأمريكا. بالكويت عندنا حريه اكثر من امريكا طبعا. بالكويت طبعاً. يعني طبعا لا انا اتكلم عن حريه يعني بالكويت. انت قصدك عن حريه شنو؟ انت عايشه معنا؟ انت شنو؟ شوف على حسب انت شنو تبي حريه. حريه تبي يعني تبي نحط بارات او شوف هذا الحين فكره راح عند ها يعني انت شنو تبي؟ شو قصدك؟ انا اتكلم كحريه رأي. حريه الراي واتكلم عن مو بس حريه راي، خلينا نتكلم عن يعني ما في تفرقه، ما في عنصريه هني يعني ما في. ما اشوف احد يقول لك يا سوري على كلمه يا زنجي يا اسود يا ابيض. ما في يحاربونك عشان انت هاف كويتي وخوالك من امي اردنيه فلسطينيه الهاشميه تحياتنا لهم. ما تحسين ان في ناس ساعات لما يبون يقولون شيء يقعدون يقولون ايه نصها كويتي نصها؟ بالعكس هذه مو عنصريه؟ لا ما اشوف ان في حد كذي يقول، صدق ما مر علي. و اصلا الحلو صارت لك مره الحلو في متابعيني انه ما شاء الله من كل وطن عربي يعني. حتى امس لبست قفطان مغربي واشوف كل متابعيني من المغرب منهارين على الصوره انه تنحمق عليكي غزاله ديالي ما شنو. فعندي متابعين من كل الوطن العربي. ايه فما اشوف انه متابعيني من فئه معينه اللي يشوفون انه اوه ليش هاف كويتي هاف وات ايفر. لا ما في.